المهندس عادل حامد العضو المنتدب لشركه المصريه للاتصالات، بنرحب بيك معنا في ارا فاينانس. اهلا بيك يا فندم. في البدايه بنهني حضرتك عن نتائج اعمال 2019. الشركه اعلنت النهارده نمو في الارباح ب 33%. نحب نسمع تعليق حضرتك على النتائج. الحقيقه ان نتائج الشركه المصريه للاتصالات في عام 2019 كانت حققت افضل اداء على مستوى تاريخها. 4.4 مليار جنيه على مستوى صافي الربح، 25.8 مليار جنيه على مستوى الايرادات. النمو برقم ثنائي كان مدفوع بنمو في عدد مستخدمي التليفون الثابت والانترنت 11%، ونمو في عدد مستخدمي مشتركي المحمول ب 33%. ده يمكن من واقع السياسات والاستراتيجيات بتاعت شركة مصرية للاتصالات. احنا عندنا ركيزتين اساسيتين في استراتيجيتنا. الركيزة الاولى ان احنا نكون افضل مقدم خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات، مش بس اتصالات تقليدي لا، وتكنولوجيا معلومات متكامل في مصر. والركيزة الاخرى ان احنا نكون افضل مركز بيانات في افريقيا وشرق الاوسط. وجودنا في السوق المصري واستثمارنا في السوق المصري، تنمية الخدمات وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا، الرحلة الرقمية للعميل الخاص بشركة مصرية للاتصالات من البنية التحتية مرورا بتطوير الشبكات والخدمات، مرورا بمراكز البيانات الحوسبة السحابية، ووصولا قمة الهرم وهي التطبيقات. هي ديت الرحلة اللي مصرية للاتصالات بتاخد العميل بتاعها فيها. ويمكن الفوكس في 2019 كان على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، والفوكس في 2020 إن شاء الله هيكون على تحسين خبرة العملاء والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء. بالتوفيق يا فندم. بخصوص صفقة فودافون يا فندم، أمام الشركة حوالي 3 بدائل دلوقتي، إما التخرج الكلي أو بيع جزء من حصتها في فودافون، أو اللجوء لحق الشفعة وشراء حصة فودافون العالمية، أو يبقى الوضع زي ما هو عليه. في حالة استخدام حق الشفعة، الشركة إزاي هتمول صفقة وخصوصا في قروض بحوالي 15 مليار؟ أو في حالة بيع جزئي أو تخرج كلي، هل هيبقى ده يرجع للمساهمين أو هتستغلوه في حاجة تانية؟ طبعا احنا يعني مع نتائج الاعمال كنا برضو بنعين بيت خبرة مالي وقانوني لدراسة كل كافة الفرص المتاحة والوصول لقرار استثماري بناء على هذه الدراسة. فيمكن وصولنا لقرار استثماري هيبقى مرتبط بانتهاء الدراسة، واللي انا بأكده ان كافة البدائل المطروحة، وان حتى لو البديل كان يحتاج لتمويل للاستثمار، فمحفظة المالية لشركة مصرية للاتصالات قوية، تدفقات النقدية بتاعتها مختلفة، العوائد بتاعتها متنوعة، العوائد الدولارية والعوائد بالعملة المحلية متنوعة. ويمكن احنا عندنا زراعة الجملة والدولي زراعة قوي ونمو عالي، ودوت يمكن من مصادر القوة اللي ممكن مصرية للاتصالات بتستغلها. حتى يمكن واحنا بنتكلم على القروض، احنا اخر قرض لشركة مصرية للاتصالات كان من افضل القروض، وخد افضل ستراكشر ديل في شمال افريقيا. فمصرية للاتصالات بتقدر ان هي تمول صفقاتها وتمول استثماراتها بصورة جيدة. والحقيقة ان يمكن اي شركة بيبقى عندها القواعد الاستثمارية مبنية على الاستثمار من حقوق المساهمين او الاستثمار من القروض، ودايما الخليط من هذا وذاك هو اللي بيؤكد قدرة الشركة على هذا الاستثمار وقدرة الشركة ورغبة كمان البنوك في تمويل مثل هذه الصفقات. تمام. طب بعد مرور اكتر من سنتين على دخول مصرية للاتصالات في مجال المحمول تحت البراند نيم وي، مدى يعني كماركت شير وعدد مشتركين وكده، ما يعني رضاكوا على الشركة دي قدام الشركتين المنافسين الاخر؟ الحقيقة ان احنا في خلال سنتين الوصول لنسبة من 4.5% من الماركت شير، يعني هي نسبة معقولة وليست طموح شركة مصرية للاتصالات. طموح شركة مصرية للاتصالات كبير، قدرتها كبيرة، ومزايا وجودة الخدمة اللي هي بتقدمها يعني واضحة. العائد كمان يمكن لما بنيجي ندرس دايما
وضع الشركه المصريه للاتصالات في السوق، بنلاقي ان هي من افضل الشركات اللي بتقدم منتجات فاليو اوف ماني للعميل. النمو في عدد مستخدمي المحمول 33% على الرغم من السوق لم ينمو النمو الكبير او على الاطلاق. ده يؤكد ان مصير الاتصالات بتلحق بالرب، وبيؤكد قدره مصير الاتصالات على الاستمرار. بس عندنا كتير حقيقه. اطلقنا المحفظه الالكترونيه وي باي عشان تضاف للبرودكت بورتفوليو بتاعنا. عندنا كثير من البرودكتس اللي احنا بنزمع اطلاقها. اطلقنا وي سبيس في مجال للانترنت. والحقيقه ان دايما لما بتكلم عن وي ما بتكلمش عن وي كموبايل بس، هي لا تتجزأ، احنا مشغل متكامل. فكافه الخدمات اللي احنا بنقدمها هي خدمات لكافه العملاء بتوعنا. فخدمات الانترنت بتاعتنا هي ذا بيست فاليو اوف ماني في السوق بشقيها، اذا كان انترنت ثابت او انترنت محمول، وبجودتها كمان اذا كانت انترنت ثابت او انترنت محمول. لا عندنا حاجات كتيره نقدر ان احنا نقدمها السنه الجايه ان شاء الله. زي ما انا يعني اشرت سابقا، هي سنه العميل، السنه الجايه سنه خبره العميل. عندنا كثير من التحسينات على مستوى الانظمه والشبكات، كثير من التحسينات على مستوى خبره العملاء، على مستوى منافذ البيع ومنافذ التوزيع. يعني نتمنى ان يبقى التقييم من العميل لينا في المرحله القادمه تقييم اعلى زي كسابق عهده يعني. وان شاء الله يعني الفرص اللي احنا بنقدر ان احنا نقدمها من خلال الركيزتين في استراتيجيتنا، ان احنا نكون افضل مشغل متكامل، تكون فاليو للعميل، ونقدر ان احنا نحقق طموحه مع شركه مصريه للاتصالات ان شاء الله. طب على العموم، هل استعدت مصريه للاتصالات ماليا وفنيا لاي تقنيات حديثه موجوده عالميا؟ حقيقة احنا دايما بنبقى سباقين دايما في الاتجاه للتكنولوجيا الحديث، وده يمكن ظهر في بدايه اعتماد مصريه للاتصالات على تحسين الشبكه بتاعتها على بيك الالياف الضوئيه، وكمان وجودنا في ال 4G يعني من بدايه دخوله، واتساع كمان التغطيه بتاعتنا بجوده الخدمه اللي متقدمه للعميل على مستوى خدمات ال 4G. احنا مستعدين دايما، بنفكر في مراكز البيانات، بنفكر في ان احنا نقدم كونتنت جديد للعميل، خدمات كونتنت بيست للعميل، لان هي دي المستقبل الحقيقه. استعدادنا للانترنت الاشياء، وانترنت الاشياء هيبقى محتاج فايبر افري كورنر، يمكن دي من احد السلوجنز اللي احنا بننتهجها، هو كابلات الالياف الضوئيه في كل ركن من مصر. وصلنا بكابلاتنا لاقرب نقطه للعميل، ومستمرين كمان لداخل منزل العميل. كل التوسعات الجديده بتاعتنا هتكون فايبر تو ذا هوم. العاصمه الاداريه هتكون سمارت سيتي، مدينتي، تعاقدنا مع مدينتي عشان تكون اول مدينه ذكيه او يعني جيجا سيتي في مصر. مستمرين كمان مع بقيه المطورين الاخرين، يمكن انت هتاخد لاحظت مضينا مع عامر جروب بورتو، مضينا مع لافيستا، وفي انتوك مع كل المطورين الاخرين عشان نقدر نقدم لهم افضل الخدمه، افضل خدمات بافضل تكنولوجيات موجوده. في توجه للدوله عامه لاستغلال الامثل للاصول، والمصريه للاتصالات تمتلك اصول عقاريه تتمثل بقى في مباني وسنترالات ومعظمها في اماكن متميزه في جمهوريه مصر العربيه. هل بتدرسوا استغلال هذه الاصول او انشاء شركه عقاريه تديرها تحت مظله الشركه القابضه مثلا؟ بالفعل احنا عندنا دراسه للاستغلال الامثل للاصول، وبنعمل دلوقتي دراسه مستفيضه لحصر الاراضي علشان نقدر ان احنا نبتدي خطه استغلالها. احنا في طور الحصر للاراضي بدراسة نقدر من خلالها نطلع بأفضل الوسائل اللي احنا نقدر نستغل هذه الأصول من خلال الإجراءات السليمة كده. شرفتنا يا فندم، شكرا ليك جدا يا فندم، شكرا.